وللتوضيح أكثر وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ طارق أبو الخيل وهو المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية. حياك الله أستاذ طارق. أهلا وسهلا فيكم والأخوة المشاهدين، حياكم الله. الله يحييك أستاذ طارق. خليني أبدأ معك. قبل قليل ظهرت بعض الفيديوهات المتداولة عن حجم الصدع الأرضي، بالنسبة لكم في الهيئة ما هو التفسير العلمي لمثل هذه الظواهر؟ في الحقيقة رئيس الهيئة المهندس حسين بن مانع العتيبي وجه بتشكيل فريق عمل متخصص من قسم المخاطر الجيولوجية للوقوف على هذه التشققات ميدانيا. طبعا التكهنات كثيرة والأقاويل متعددة والأسباب كثيرة أيضا، ولكن الوقوف الميداني على هذه التشققات تكون هنالك إن شاء الله نتائج علمية دقيقة ونتائج مؤكدة لمعرفة الأسباب الحقيقية لحدوث هذه التشققات. عادة أستاذ طارق مثل هذه يعني مثل هذه التشققات بالعادة تصنف على أنها إيش يعني؟ عادة طبعًا هي مخاطر، طبعًا مخاطر جيولوجية، ولكن طبعًا هي ضمن أعمالها ومهامها إدارة المخاطر الجيولوجية، مخاطر الكثبان الرملية، الانفسافات، التشققات، تساقط الصخور، هذه جميعها تندرج تحت أو ضمن مهام وأعمال إدارة المخاطر الجيولوجية. طيب أستاذ طارق، يعني بلدية تمير مشكورة قامت يعني بردم يعني هذا الصدع، هل كان في تعاون مع يعني معكم أنتم كهيئة في مثل هذا التصرف؟ يعني هل الناس تتساءل هل هو كان تصرف أمثل أو كان من المفترض أنه كان من الواجب يعني تأمين المكان ثم دراسة مدى عمق وطبيعة ما بداخل هذا الصدع مثلا ودراستها بشكل أكبر قبل ردمها؟ نعم، عادة يتم تسوير المنطقة بسياج حديدي حفاظا على المواطنين، بعد ذلك يتم عمل دراسة علمية دقيقة لمعرفة الأسباب الحقيقية وعمل وتقديم التوصيات المناسبة لهذا الخطر الجيولوجي. أستاذ طارق ختاما، هل ننتظر بيان الهيئة قريبا؟ بإذن الله بعد توجيه رئيس الهيئة سوف ينطلق الفريق بإذن الله غدا صباحا إلى المنطقة وعمل الدراسات العلمية، وإن شاء الله نزودكم بإذن الله بالنتائج والتوصيات. يعطيك العافية أستاذ طارق أبو الخيل وأنت المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية، شكرا جزيلا لك.